السلام عليكم متابعين، نتمنى تكونوا كاملا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لينا شوب. اليوم جبت لكم الجديد. قبل ما نبدأ ما تنساوش اللي باقا ما شاركش في القناة تشترك وتفعل الجرس، والتشجيعات ديالكم دايما لي لايك باش يطلع الفيديو لأكبر العدد من الناس، وإن شاء الله القناة توصل علاش لا. بالفضل ديالكم دائما القناة غادي تزيد القدام، وشكرا لكم على المتابعة والتشجيعات ديالكم. العنوان دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف، يعني بركوا على واحد السهم تيكون تحت الفيديو، كيكون صندوق الوصف يعني فيه جميع المعلومات، العنوان وكذلك الرقم ديال الواتساب. خليوا لي رسالة او اوديو وانا ان شاء الله غادي نجاوب على كل الرسائل ديالكم. وشكرا لكم على المتابعة. نبداو ان شاء الله على بركة الله. البنات جبت لكم اليوم فيديو غزال بزاف بزاف. استفدوا من العرض، لان اليوم غادي ندير ليكيداسيون في الجلابه. كاين تخفيضات واثمنه مناسبه جدا جدا، يعني كاين شي جلالب براس مالهم او اقل. نتمنى يعني تستفدوا حتى نتوما من العروض. كاين شي كميه ماشي كثيره بزاف، يعني قليله، وان شاء الله الصباقات هما اللي غادي يستافدوا. غادي نبدا لكم اول موديل، هو هذا اللي لابسه انا. موديل زوين بزاف البنات. هذا الكريب، الكريب الرقيق يعني صيفي وبارد، بارد بزاف وفي اللبسه مريحه، راه ما كتزمت ما حتى شي حاجه. هذا راه الكريب الرقيق وجاي بالطرز. ها انتما تيجي بالطرز من الفوق حتى لتحت، هذا الطرز الرباطي. كتجي انيقه وزوينه للصيف. انتما شوفوا كيفاش كتجي، راه فيها الطرز هابط حتى لتحت البنات. هانتوما الفصالة اللي فيها زوينة بزاف البنات، فيها هنايا العقيدات، هانتوما جاية بالعقيدات وفيها حتى هنا الطرس. هانتوما راه الكم، هانتوما هي حيت هاد الجلابة راه شوية كبيرة عليا، يعني الإكس إل. ديروا معها الشال، اي شال اللي فيها في هاد الالوان هادو، كاين البرونز وكاين هنايا الخضيضر والصفر الا بغيتوا ديروا اللون في اللون. انا اختاريت الخضر، جا مواتي معاه بزاف. وكذلك حتى البوردو، حتى البوردو راه يجي مع هاد الجلابه الصفراء. زوينه بزاف البنات، وفيها الالوان بقاو جوج لوينات، كاين هاد اللون وهاد اللون هذا. هو كاين هاد اللون هذا بلوغوا، حتى هو كيجي في اللبسه زوين بزاف البنات. بقات هاد الطاي، هادي طاي فيها الطروا اكس ال البنات، وافيه وافيه انتما، راه واسعه واسعه ديال الطروا، الطروا اكس ال. وهذه اللي لابسه انا راه الاكس ال، يعني اللي كتلبس هاد الطايات يعني تكون صباقه باش تاخذ الجلابه ديالها. والاثمنه راه زوينه بزاف البنات، مشجعه 130 درهم يعني بثمن الراس، راس مالهم. يعني غادي نوريكم موديلات حتى هما نفس الثوب غير الطرزه اللي مختلفه. ها انتما هادو كلهم هنايا 130 درهم البنات. كاين هاد الشكل، هذا هذا جاي بالجيوب بالجناب وبالطرز. هانتوما 130 درهم. غادي نبعد لكم باش تشوفوا الموديل، تشوفوه مزيان. هانتوما ها هي جلابه 130 درهم، هذه حتى هي راها وافيه، غتكون فيها الطروا او الدوبل، يعني تلبسها مولات الدوبل. وحتى مولات الاكس ال راه تقدر تلبسها الا بغاتها تكون شويه وافيه ما تجيهاش مزيره. هانتوما كاين هذا الشكل هذا، وكاين هذا الشكل هذا اللي بقى فيها، بقاو فيها جوج الوان الموف والبلو مارين. شوفوا الشكل، هاد الجيوب اللي كيجيو في الجناب كتعطيها واحد، يعني تلبسوها مع حتى السبادريه تجي سبور، واخا فيها الطرز راه تجي يعني سبور. هانتوما كيفاش دايره، هذه راه الطروا اكس ال.
يعني 3 اكس ال تتلبس دوبل اكس ال، يعني ماشي 3 اكس ال يعني وافيه بزاف، دوبل اكس ال تلبسها. المهم هذه فيها جوج الوان، وكاين شكل اخر ها هو. هاد الثوب هذا راه بحال هاد الثوب اللي لابسه انا، مغايره فقط غير الطرز. هاد الطرز هذا جا هكا في الصدر وجا هنايا سامبل، جايه كلها سامبل البنات، فقط الطرزه اللي في الصدر. بقاو اكثريه طيات الكبار، هذه حتى هي 3 اكس ال يعني المالين غون طاي. انا اليوم جبت لكم الجلابه ديالكم فقط 130 درهم. هانتوما الكريب الرقيق هذا فيه هذا اللون هذا الغوص بارد. اللي بغات شي حاجه وبانت ليها عجباتها تسكرينيها وتواصل معايا عبر الواتساب، يعني ما تعطلش عندك اليوم وغدا باش حيت راه الموديلات قلالين ويقدروا يمشيو وما تلقاش الجلابه ديالك. المهم فيها هذا اللون الغوص، فيها حتى هاد البوردو هذا، هانتوما ها البوردو حتى هي 3 اكس ال. هادو اللي وريتكم الاخرين 3 اكس ال. حتى هي 130 درهم صافي. بقى واحد الشكيل هذا ها هو تا هو لابسه المانكا، وهذا هذه طاي صغيره البنات، هذه اللي في بلو مارين طاي صغيره، هذيك فيها غير الال الال يعني مولا الطاي صغيره راه تجيها الال، هي هذيك مصيريه وكتجي في صاله ديالها زوينه بزاف البنات. غادي ننتقل لكم واحد موديل حتى هو 130 درهم، وهذا هذه حتى هي مالين غون طاي البنات، مالين غون طاي 3 اكس ال. شوفوا كيفاش كتجي، هذه كتجي سبور مع سبادريه جايه مسدوده من التحت كلها. فايت لي سبق لي وريتها لكم في واحد الفيديو، يعني تقدروا تدخلوا لذاك الفيديو ديال الجلابه وتشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه. كتجي زوينه بزاف، واخا انا رقيقه لبستها يعني راه جات زوينه، كتجي هي ستوندار مع كل شيء، ولكن الاكثريه الغون طاي كتجيهم واعره بزاف البنات. غادي نوريها لكم ملبوسه، غادي نوريكم بعدا واحد اللون حتى هو فيها زويون بزاف. هانتوما شوفوا هذا اللون كيفاش داير، عطيت الثوب ديالها راه غزال غزال بزاف، الثوب ديال الكساوي، هذوك الكساوي الغاليين يعني ماشي خيط ماشي. المهم هذا الثوب هذا داير بحال الكريب، وهو يعني متين شي حاجه زوينه، وتا الخياطه اللي فيها والفينيسيون والفصاله خطيره البنات، يعني شي حاجه متقونه بزاف. هادو جوج الوان، واللون الثالث انا نوريها لكم في الماركة. هانتوما البنات ها هي ملبوسه في الماركة، كتجي غزاله بزاف. هانتوما شوفوا الماركة واخا رقيقه راها جات معاها، كتجي هي مخزانيه الكتيفات طايحين، ها هما الخطوطه فين جايين، رائعه البنات. هادي راه شنو نقول لكم، غير همزه وصافي. الثمن زعما ناقص بزاف بزاف، يعني تستاهل ما اكثر، 130 درهم غير برومو، يعني قل من الثمن باش هي مشريه. وكذلك حتى هذه ها هي، حتى هذه جايه بالحجر، بقات غير وحده البنات، حتى هي 130 درهم اللي جات فيها بصحتها وراحتها البنات. توبها زوين بزاف، وحتى الخدمه اللي فيها رائعه البنات، بقات غير وحده. هانتوما نقرب لكم باش تشوفوها، هانتوما شوفوا الخدمه وشوفوا الثوب. هاد الثوب هذا كيبقى دائما طايح ما كيتكمش، وكذلك حتى هذا اللي وريتكم راه تيبقى هكا من الحبل، تقدروا تلبسوه من الحبل، يعني ما زعما كاينه ما تحدوها ما ديوها المصبانه ما حتى شي حاجه. هانتوما
مكتوب رائع، وفيه هاد الملاقية هادي والحجيرات هما وهداك العقيق الطويل، هي راه مخدومة زوينة، وفي الصالة اللي دايرين ليها غزالة بزاف البنات، حتى هي غير 130 درهم. حتى هادو البنات حتى هما بروموسيون، بعد ما كانوا يعني 190 درهم، دابا البنات بقاو غير 150 درهم. يلاه 150 درهم قل من الثمن ديالهم البنات. هذه صوفة رقيقة في الكارو، يعني تقدروا تاخذوها دابا وتخليوها، ماشي مشكل تلبسوها في هذه الايامات اللي باقه وتخليوها العام الجاي، يعني راكم عارفين كل فصل تيكون الثمن غالي جدا. هذه كاين فيها هذا اللون باقي، بقاو فيها جوج الوان زوينين، وحده فيها الطروه اكس ال وحده فيها الدوبل اكس ال، كاين الطروه والدوبل، وكاينه هذه حتى هي قات وحده اكس ال، حتى هي التوب ديالها فودان رقيق يعني بارد، حتى هي البنات 150 درهم. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو الفودان رقيق وبارد، راه تلبسوه دابا حتى الصيف، حتى الصيف زعما تحطوها. كاين هذا اللون هذا، وبقى فيها هذا اللون الغوص، ثمن رائع جدا البنات. اللي ما بغاتش 150 درهم. كذلك هذه حتى هي بقات غير وحده، كتجي انيقه في اللبسه، هذه هما وهي ديال هاد المناسبة رمضان العيد، تلبسوها كتجي زوينه، فيها هاد الشبكه هكا، فيها القب فيه الشبكه، اللون ديالها بيستاج، هانتوما شبيكه، شي حاجه نقيه وزوينه ومتينه، الخدمه اللي فيها غزاله الملاقيه وفيها الحجر، هما نبته بالحجر كامله وفي هاد الخدمه، بقات غير وحيده البنات حتى هي 150 درهم. هادو كلهم اللي تنوريكم دابا 150 درهم. حتى هادي غون طاي، هادي الطروه اكس ال وافيه، العيالات اللي ما كيلقاوش القياس ديالهم، انا اليوم جبت لكم غير الغون طاي، هانتوما 150 درهم. اللون موف، بقات هادي حتى هي وحده فيها الطرز وفيها في اليدين حتى هي الطرز، صافي. هادو هما الموديلات ديال 150 درهم. غادي ننتقل لكم دابا لواحد الموديل حتى هو ليكيداسيون، بقاو معايا. كاين هاد الموديل هذا، هو شي حاجه منبته وزوينه وانيقه البنات، انتما شوفوا هذا منبت بالحجر، هذاك العقيق المهرس والحجر، انتما كلها منبته، جاي من هاد الجنب ومن هاد الجنب، ودايره هكا على الكمام وعلى القب، هانتوما كميمات، هانتوما الكتاف، كلها دايره بهذيك الحجيرات والعقيق الطويل هذاك المهرس، شي حاجه زوينه البنات. بقى هذا اللون الزيتي، يعني جوج لوينات فقط اللي باقين، وكاين هذا اللون هذا، هانتوما هذا الكريب، كريب طايح، جوج لوان فقط دي كاينين، كاين هاد الشويلي هذا حتى هو زوين بزاف البنات، ثم الكميمات، والثمن البنات غادي يعجبكم بزاف 180 درهم. يلاه 180 درهم كلشي يلبس، وخا بقاو عاد جوجات 180 درهم، صحتكم وراحتكم البنات. هانتوما الصباقات غادي تاخدوها، بقاو الطايات هذه فيها الدوبل اكس ال، تلبسها مولات الاكس ال والدوبل اكس ال، وهذه اللي لابسه انا الاكس ال، راها واسعه عليا حتى انا كنلبس غير الال، هانتوما هذه الاكس ال، كتجي زوينه في اللبسه البنات، هانتوما اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها. 180 درهم، راه هادو راه كيديروا يعني 250 درهم، هادشي ديال المنبت او 230، يعني اقل ما غادي يكون، فقط عند لينا شوب، ثمن حصري 180 درهم البنات. وكاين هاد الموديل هذا المطروز،
وجايه بحال الخفاش يعني مخزانيه، هي كتلبس هانتوما شوفوا العرض ديالها، فيها الشياب الكميمات جاو مقبوطين، ومن هنا كتجي واسعه. هذه حتى هي راها هي ستوندار يعني تجي مع اي طاي، ولكن الكغون طاي اكثر هي تجي مع دوبل اكس ال والاكس ال، راه واسعه كيف ما كتشوفوا. ثم كتجي سبور وتقليديه يعني بجوجهم في نفس الوقت، تقدروا تلبسوها مع سبادريه حتى هي تجي. هانتوما جايه بهذه الخدمه هكا، راه جايه خدمه ديالها متقونه بزاف بالسفيفه والعقاد والطرز، وثوبها زوين بزاف البنات. صبوا الورد هذا هانتوما، يعني راه ماشي الثوب السواقي، هذه خدمه ديال المعلم، هادو غير سولد وصافي، راه الثمن ديالهم كان غالي، هادو 180 درهم البنات. بقات فيها غير هاد الوحده، انا لبستها لكم يعني جايه في النواغ، وكتجي يعني في الطول حدو قدو، يعني ما طويلاش بزاف مجرجره وما قصيراش. وكاين اشكال اخرين غادي نوري لكم، المهم كاين هذا الشكل هذا. بقى كل موديل منه وحده وحده وحده، هادو الخياطه ديال المعلم شي حاجه زوينه، وهذا الكريب، كريب طايح كاليتي الاولى، هاد الكاليتي زوينه بزاف البنات. هادي كتلبس فراشه، الناس تقدر تجي حتى المحجبات اللي درتو بودي هكا من تحت وتلبسوها، علاش لا؟ كما شوفوا الثوب ديالها نازل البنات، وشي حاجه متقونه، كاين هذا الشكل هذا. هادو كلهم بقاو الكرون طاي، الثوب الكريب، كريب الحرير يعني كاليتي زوينه، يعني هذه الجوده عاليه، كاين هذا الشكل وهذا الشكل، وباقي واحد الشكل اخر ثاني. شوفوا حتى هي غون طاي البنات، شوفوا الثوب كي داير نازل، خياطه متقونه البنات ونقيه كما كيف ما كتشوفوا. هادو كلهم غون طاي، هادي فيها الطروه، وهذه هي فيها حتى هي الدوبل، وهذه فراشه، فراشه راه الال ولكن تتبان ليا كبيره البنات، يعني تلبس الاكس ال والدوبل اكس ال. وكاينه هاد الجلابه هادي اللي فايت ليا صورتها لكم في واحد الفيديو، تقدروا تدخلوا وتشوفوا داك الفيديو، يعني كانوا فيها الالوان زوينين بزاف، جايه عصريه بزاف، فيها درشيمه هكا واحد البوكي دي فلوغ، ها هما فيهم الالوان. وهنا فيها العقيدات، العقيدات كاين في الخزي في غوج بريك، وهي راه في غوج بريك، كتبان في الضوء ناصحه ولكن هي راه مغلوقه واحد شويه، فيها اللون الحقيقي ديالها زوين اكثر من الكاميرا، مع الاضاءه كتعطيها واحد اللمعه. هانتوما هذه راها مخزانيه البنات، هانتوما شوفوا الخياطه فين جايه طايح الكتاب، ثوبها زوين وخفيف البنات، بحال ما لابسين حتى شي حاجه، ثوب ماشي كريب ما هذا، المهم واحد الثوب كاليتي واعره. هادو حتى هما خياطه ديال المعلم، كلهم البنات سولد، يعني تتربحوا واحد الجلابه بثمن رخيص بزاف البنات. هذه بقات غير وحده، يعني وحده هي اللي بقات، ها هي الطاي، هذه تلبسها مولات الاكس ال والدوبل اكس ال. هانتوما جلابه ديال رمضان خفيفه وانيقه في نفس الوقت، وثمن مناسب جدا. كاين هذا فقط اللون ديالو، وكاين اشكال اخرى غادي نوريها لكم، يعني كاين شي شكيلات اللي هما واسعين ما تنقدرش نلبسهم، يجوني كبار بزاف. شوفوا هذا الشكل هذا حتى هو انيق وخفيف بزاف، حتى هي خياطه ديال المعلم، فينيسيو متقونه، ثوب كاليتي زوينه بزاف. انتما
هذا الكريب، كريب الغليظ يعني طايح، ماشي هذاك الرقيق اللي بزاف. انتما الثوب والخياطه، يعني ما نقول لكمش بجوجهم تلاقاو جلابه واحده، هانتوما راه فيها زواق منه، يعني داير اللون في اللون وداخل فيها ديك البريون في الارجنتي، وبالعقيدات جايه مخزانيه. بقات هذه وحده فقط لون المطارد، سكرينيوها اللي بغاتها. البنات هانتوما واحد الشكل زويون وكان لقى الاقبال كتير في واحد الفيديو، وعاود جبت لكم هذا الموديل. هانتوما جاي بالطرز وبالصم، كتجي جلابه هماويه وانيقه، فيها هذا الصم هذا وفيها الحجيرات هنايا في هذه الوريضات، راه كاين الحجر كبير، وجايه واحد الملاقيه من الوسط ومن هكايا الجناب في الكتفين. هانتوما شوفوا اليدين حتى هما راه مطروزين بالصم، يعني الصم البرونز هذا، كتجي زوينه البنات في اللبسه. كاين هذا الاسود، هذا الاسود بقات فيه وحده فيها الطروه اكس ال. هانتوما عقلوا مزيان على لي طاي، طروه اكس ال تلبسها مولات الدوبل اكس ال. وكاينه هذا اللون، هذا اللون هذا سماوي حتى هو كيجي زوين بزاف في اللبسه. هانتوما راه الطرز هنا كيبان اكثر، شوفوا كيفاش كيجي مع البلو مارين والبرونز. هذه البنات تهي طروة اكس ال، يعني اليوم برعت المالي الكغون تاعي برعتو معايا هما. وكاين هذا اللون هذا، انتما كاين هذا اللون صفيفر بارد، الثوب ديالو خفيف ماشي الكريب، المهم واحد الثوب جاي خفيف وزويون بزاف، كيجي عاطي. انتما الكلمات مخدوم بالصم وبالبلوغوا، تقدروا ديروه زويف في هذا اللون وتقدروا ديروه في البرونز، كلهم يجيو مع هذا الصفيفر هذا. هذه فيها الطاي دوبل اكس ال، تلبسها مولات الدوبل ومولات الاكس ال. هانتوما فقط البنات 180 درهم، لا غلى على مسكين. صافي يعني وريتكم هاد الموديلات، فيهم ثلاثة ديال البياسات، بقى واحد الموديل فيه جوج، هو هذا اللي لابسه الماركة، كيجي زوين بزاف. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، بقات الام والال، يعني الام والال، هذه راه الطاي الال، هي هذه هي الال، راها وافيه الال، راه تلبسها حتى مولات الاكس ال حيت تجي وافيه ما تجيش مزيره بزاف، هي ايفازي ماشي ايفازي بزاف. المهم الكميمات جايين شويه شويه طايحين ماشي بزاف، المهم فيها واحد الفصاله زوينه. هانتوما شوفوها كيفاش ملبوسه، هذه راه الام اللي لابسها الماركه. هانتوما شوفوا فين كتجي هاد الخياطه، هذه كتجي هنا شويه نازله ماشي مخزانيه، ولكن تجي شويه كتفين طايحين، ومن هنا كتجي ايفاز. والثوب ديالها البنات جوده عاليه بزاف، يعني تيجي طايح الثوب، شوفوا خدمه راه ديال المعلم، راه الا جيتو تخيطوها بهاد الثوب وبهاد الطرز وبهاد العقيدات، يعني غتبقى معكم واحد يعني اوموا واحد 500 او 600 درهم فقط عند لينا شوب، غير 180 درهم، 180 درهم فيها الآل والآن. صافي وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وراق لكم، علاش لا، شجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينة، واللي بغات شي حاجة تواصل معايا عبر الواتساب، تخلي لي رسالة أو أوديو وإن شاء الله غادي نجاوبها، وإن شاء الله نتلقاو فيديو جديد، يعني في شي حاجة جديدة. تبقوا على خير، مع السلامة.